مساء الأنوار، مساء الخير لأحلى مشاهدين في موعد جديد متجدد من برنامج التاسعة سبور ومتابعة للأخبار الرياضية، المقابلات وكل ما عنده علاقة بآخر الأحداث الرياضية وطنيا ودوليا. سعيد بالترحيب بالحضور وأنطلق مع منتصر لوحيشي. منتصر، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المشاهدين. أيضا رحب أنيس العياري، أهلا وسهلا أنيس ومرحبا. مرحبا عادل، مرحبا بالحضور والسادة المشاهدين. ناصر البدوي، أهلا وسهلا ومرحبا ناصر. أهلا بك عادل، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المشاهدين. مرحبا كالعادة، ينورنا الأنيق دائما حسن الزغدودي. مساء الخير، مساء الخير عادل. عادل مجيد قباطيني، اهلا وسهلا ومرحبا. عادل، مرحبا بالحضور، مشاهده طيبه للجميع ان شاء الله. سعيد ايضا يكون معنا مره اخرى لاعب دولي سابق النجم الساحلي محمد علي نفخه، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك عادل ومرحبا بحضوركم. طبعا سعداء بالحضور وسعداء بالمشاهدين، بالتواصل، بالتفاعل، بالنقد والانتقاد والملاحظات. نتمنى دائما وابدا ان يرتقي البرنامج الى مستوى انتظارات كل التونسيين الداخل والخارج. بسوف ثم ننطلق على بركة الله. الأجواء طبعا تحية لمشاهدينا أينما كانوا، وتحية لأبطال العرب وأبطال أفريقيا في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي. قلنا لازم تحترم المنافس لكن ما تخافش منه، مالوريزمون المدرب خاف برشا والخوف تعدى الملاعبية. كجا فوزي بن زرتي اليوم على البنك بتاع الاتحاد المنافس. ما تلعبش بطريقة هيك مستير. مستحيل. تنجم تكون النتيجة مخالفة لهذا؟ بيان سور. لأنه فوزي بن زرتي يخليك تأمن بروحك ويعطيك ثقة في روحك. وشخصية فوزي مجرتي هي تعكس على الملاعبية. شوف أنا الملاعبية ومتصر يدرب ويعرف، شوف الملاعبية اللي ماشي على المدرب نتاعهم راه ضعف داركونوفيتش وسيربي خواف، وهذه إدارة المستير. أنا بدي اللومها أنه بوه من هنا المتفرج فارس، لكن ما حبيتش فوزي يكون مان كورونت ويعطي انترفيو للكيب نتاعهم على التاسعة. علاش ماهوش فوزي مدرب؟ هذه بو هذه يعني مش حبيتش الانترفيو، معناها مش ما حبيتش الانترفيو. لا حبيت مليت يكون على البنك. حبيت يكون على البنك. أوكي. أوكي. لا لا، تعبير مجازي. هذه التفاصيل بين سي فوزي واداره المستير والمتفرج فارس. فما كولتور بتاع كلوب كيما ريال مدريد في الاوروب، فما كولتور بتاع شامبيونز ليغ. تشوف ملاعبيه مثلا نهار الاحد في ماتش في الليغا، تشوفهم شامبيونز ليغ يتحاولوا، تقول هذوما ملاعبيه اخرين. دونك الاهلي الفرق في الاسبري نتاع نحكيو على الخوف ومش خوف، فما سيرينيتي. حتى فما ثلاث اربع ملاعبين جدد بريزيليا نتاع سيراميكا، واحد اخر ولا تيراز دروا راجع من الكروزي. مي لو كلوب فما كولتور نتاع كلوب، فما كلوب مستانس في لي غران رونديفو، فما اكسبيريونس نتاع كلوب. زعما اليوم نبيل معلول قاعد يجامل في معز بن شريفيه، ولا قاعد يجامل في 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 حارس اللي هو مش في المستوى. راه فما مدرب اللي هو يقيم، عنده فتره نتاع تقييم حتى في فتره التحذيرات. كيف كيف زاد الحارس الثاني شو اسمه هو الدبشي، قال قام زاد بهفوات ابارامون في المباراه الوديه، خلى المدرب الاولاني على الفريق معناتها. وقال تحمس وليدي في اختياراتي. هذا هو مهم ومحليه نبيل كي قال الكلام هذا. مدرب مسؤول ما يقعدش يتخبى من مسؤوليه ويخلي الملاعبين نتاعو فاس فاس مع لي سوبورتير. يزي من لي سوبورتير اليوم يقيموا، من نحيوا المدرب ونجيبوا الناس هي اللي تقيم وتنحي وتلعب فلان وتهبط فلان. ما يلزمش في الاسبرانس كما في الفرق الكبيره يتقسم من النادي، يعني جماعه الدبشي وجماعه معز او جماعه معز حسن وجماعه الفرحاتي. حمله غير عاديه، حمله غير عاديه وغير بريئه. معز بن شريفيه اعتبرها يعني مضره لمصلحه الترجي. فما مشكله تاع امبيونس في الكليب افريكان. الفريق كل الامبيونس ماهيش في احسن حالاتها، وتحس الملاعبيه مونتالمون معناتها ممسوسين مونتالمون، والفتره نتاع ما بعد السياسات اللي تو ما تعداوها. كانوا فما ديزاتونت بارابور الكوب نتاع تونس تقبل نادي صفاقسي في رادس، كانت فما ديزاتونت كبار للتيتر هذاك اللي كونه نادي الافريقي هز التيتر. سيرتينمون الخساره باش تخلي ديتراس معناها على الناس الكل، كوسوسوا ملاعبيه ولا اطار فني ولا جمهور ولا اداره. سي نورمال الخساره هذيك خليت ديتراس. من بعد هذا ما ننساوش راه اول ماتش بعد المقابله هذيك معناها اكثر من شهر باش تخرج من ليتاب سيكولوجيك هذاك يفونشيني دي ماتش. فماش بصمه مدرب
تحس الملاعبيه يلعبوا بالامكانيات يعني باللي يعرفوه. ما فماش ستيل جو، ما تنجمش تحكي على جمعيه ما عندهاش ستيل جو. وقت اللي ترقد تفيق با منتصر الوحيشي يدرب ويرفع لقب، او لسعد الدريدي يدرب ويقنع مع اختلاف الظروف، تفيق وتقوم تلقى عادل سليمي ولا يدرب، تفيق وتقوم تلقى عادل تنحم ما تعرفش علاش بنجوميه عادل. نحكي على السوكسيسيون هذه نتاع بدل بدل بدل، ونتيجة بالتالي عادية، مع أنه إمكانيات الفريق هي لحد الآن معناها تلك حدود الله. بالتالي جمهور الكلوب لازم يصبر على الفريق اللي يحبه. اليوم أنا عندي معلومات أنه تقول الملاعبية نتاع النادي الإفريقي ولات رافضة المدرب مارشان يكون موجود في النادي الإفريقي. كالعادة تحية لإكزيست إكزيست نوتر سبونسور لماك دي بيتا بورتي بوروم نمرو أن في تونس. تحية دائما وأبدا لإكزيست، وتحية للأبطال في الرياضات الفردية. بعد أونس جابر اتصال تونس تحتفي بالبطل العالمي وليد بوذياف، غاية ليلي سمير العطافي وهاب الحمداني في هذا التقرير. البطلة التونسية والمصنفة الثانية عالميا في رياضة التنس أونس جابر، اتصالات تونس تواصل مساندتها ودعمها للرياضيين التوانسة من خلال تكريمها للبطل العالمي في الغطس وليد بوذياف. فرحان اللي اتصالات تونس معناها العثيقة أول حاجة، وثاني حاجة اللي معناها خليت تطور الرياضة هذه وتتعرف في تونس، حاجة تفرحني على الأخر اللي توا معناها التوانسة يعرفوا شنية رياضة الغوص بكتم التنفس والغوص الحر. هذه حاجة تفرحني ياسر، وإن شاء الله معناها نكملوا نطوروا الرياضة ونجيبوا وانا نجيب ميداليات أخرين وأرقام قياسية أخرى. بوذياف تمكن من الغوص لمسافة عمقها 116 متر في المسابقة العالمية اللي دارت فعاليتها في الهندوراس. حضور الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، تم اليوم تكريم وليد بوذياف والثناء على مجهوداته ومسيرته. اليوم نحتفي بأحد أبطال تونس، هذا البلد تونس البلد الولادة، سي وليد بوذياف اليوم رقم واحد عالميا في رياضة الغوص الحر، حقق نعرفه سي التتويج هذا والإنجاز هذا ما جاش معناه نتيجة صدفة ولا نتيجة عمل دؤوب. سي وليد بوذياف معناه يقوم بالنشاط هذا تقريبا بالرياضة هذه منذ 17 سنة، السنة الفارطة حقق رقم قياسي معناه في الغوص معناه 150 متر في شرم الشيخ. في المدة الأخيرة جدا تحصل على بطولة العالم في الهندوراس بمعناه للغوص الحر 116 متر في ظرف في وقت قياسي اللي هو 3 دقائق و54 ثانية. كما أونس جابر وليد بوذياف، تسعى اتصالات تونس لمزيد دعم أبطال توانسة لرفع راية تونس للمزيد بالتألق والمحافل العالمية. طبعا وليد بوذياف بطل العالم في رياضة الغطس، لقب كبير ولقب متميز ينضاف الرياضة التونسية، ومرة أخرى اتصالات تونس تصنع الحدث من خلال دعمها للرياضيين وخاصة الرياضات الفردية اللي تبقى في أشد الحاجة للدعم. حسن الزغدودي. خبر مهم، خبر يفرح، وليد بوذياف ينضاف إلى قائمة الأبطال المتعددين من حيث الاختصاص، باش تونس ما تقتصرش فقط على الجلد المدور أو على إنجازات كرة السلة أو كرة اليد، أو نقعدوا نستناو مثلا الملولي أو سيغامودي أو أونس. فما مهم أنه نلقاو رياضيين أبطال في اختصاصات أخرى. سي تان شامبيون أون أبلي نابلي لابني، يعني كغوص حر رياضة صعيبة لفرنسيس مختصين فيها، عمل 116 متر في 3 دقائق و54 ثانية في بطولة أقيمت في أرض بعيدة، أقيمت في أمريكا الوسطى والشمالية في الهندوراس،
معنا السفره ما كانتش سهله، يعطيه الصحه. هو عنده سوابق بما له انجازاته ما بداتش في الهندوراس في الامريك سنترال، بدات قبل كما استمعنا في التقرير في القاهره اللي اختص 150 متر، والدايفينغ رياضه عالميه عندها انتشار في امريكا في فرنسا وفي اقطار اخرى. برافو الوليد بوذيف. برافو الوليد بوذيف كالعاده، وبرافو لاتصالات تونس على دعمها للرياضيين. الان الخبر وصل للتو من العاصمة الباريزية، أكيد من العاصمة الفرنسية باريس. شكون هز اليوم البالون دور بالنسبة لفرنسا فوتبول؟ بنزيما. دونك كما كان منتظر، بنزيما هو صاحب اللقب بالحذاء الذهبي بعد انتظار طويل صح التعبير. إذا بنزيما يفوز بالكرة الذهبية في موسم استثنائي عداه منتصر. موسم عنده زوز ثلاثة مواسم اللي عملوا بنزيما حسب رأيي أنا درس للبرشا عبيد والبرشا ملعبية، خاطر في الريال عاش في ظل كريستيانو في بيريود طويلة برشا، إن جامي إتي روكونو أسا جوست فالور كيما نقولوا. فما ناس إلا إتي تخي كريتيكي في أوقات كبيرة، بتشوف المدربين تعداو في الريال تا 11 سنة ديما تيتولير ماهوش من فراغ. اما علاش نقول لك عادل درس ويزم الناس يتعلموا منه، خاطر بعد 30 سنه عمل كارير واحد اخر، بعد 30 سنه عمل اون دوزيام كارير بنزيما وعمل دي بيرفورمانس كبار برشا. الاستات نتاعو يحكيوا عليه، انا سمعته يتكلم قال كي خلطت للعمر هذا فهمت لامبورتونس نتاع البدن، فهمت لامبورتونس نتاع ريكوبيراسيون، ويلا دوني برشا برشا اهتمام للريكوبيراسيون ولي سوان باش يستحفظ على بدنه، خاطر الملاعب راس ماله بدنه. ولا بروف اليوم إلي اكسيبسيونيل كو سوسوا مع الريال ولا نصور في ليكيب دو فرانس، ميم سي صارت له مشكله تاع الكوب دو موند اللي هزتها فرنسا. اما سي ان كرون جوار ومونتاليتي ويتا ديسبري حاجه باهيه برشا. طبعا بكل جداره ان صح التعبير انيس العياري، لكن ما يحسب لبنزيما انه صبر برشا، عمره ما رمى المنديل، تشبث بالامل، تشبث بالنجاح، تحدى كل الصعاب، وصل للقمه الان. انا مدريدي ونتبع برشا بنزيما، فرحان بالبالوندور خاطر يستحقها، جاهد ثابر. يلزمك تعرف الملاعب هذايا عادل من بعد ديزونترونمون نتاعو شنو هي الحاجات اللي يعملهم في الدار، مسكولاسيون ريكوبيراسيون كما كان يحكي منتصر. الملاعب جاهد اليوم وصل لمستوى عالي يستحق البالون دور هذيا، ونتصور انه البالون دور هذيا عادل بشهاده الناس الكل، يعني الرياضيين الكل اشادوا بنزيما، والناس الكل صوتت لبنزيما. يظل اكثر مره يظل فارق التصويت باش يكون البنزيما، بنزيما يستحق البالون دور هذيا، واللي قاعد يعمل فيه مع الريال اليوم استثنائي، اليوم وراء برشا تتويجات. اكيد نتواصل مع منصر نقول انه كان نسمع بنزيما شو يقول في المباشر. تحقيق انجازات مثل هذا هناك الكثير من الاشياء، ولكنني اشكر الجميع. هذه الكره الذهبيه كما قلت لكم هي فرديه لكنها تبقى جماعيه في الحقيقه. بالنسبه لي هذه الكره الذهبيه للشعب. تهانينا كريم، أنت تدخل لائحة الأساطير في النسخة 66 للبالون دور فرانس فوتبول. دعونا نعيش بالصورة والصوت المسار حتى بلوغ هذه اللحظة لكريم بنزيما. مع بعض الصور المباشرة في علاقة بتتويج كريم بنزيما، يعني ناصر كلمة قالها الشعب هي دية للشعب، الشعب اللي يراه، الشعب اللي ساند، والناس اللي أمنت به. وشوفوا حتى في الحضور معناها كل الناس اللي تعاملوا معاه كرؤساء نوادي، شفنا بيريز، شفنا طبعا زيدان، يعني الاب الروحي صح التعبير، يعني لمه كبيره برشا وتتويج مستحق لبنزيما. صحيح عادل، التتويج مستحق خاصه في الظروف الصعيبه اللي تعدى منها كريم بنزيما. بنزيما تعدى من ظروف صعيبه برشا في وقت من الاوقات. بنزيما لقى برشا مشاكل رياضيه وحتى خارج الميدان اللي خليته معناتها عليه ضغوطات كبيره. كريم بنزيما ظل مثال يحتذى به من الملاعبيه اللي تعرف تتعدى لي بالي هذوك، خاطر مالوريزمون خاصه في لو نيفو وقت اللي توصل لاشاعات وتوصل تمسك حتى في شخصك انت تنجم تمسك حتى من الناحيه الرياضيه. كريم بنزيما تجاوز هذاك الكل، ظهر لي اليوم الاستحقاق اللي تحصل عليه كريم بنزيما عليه اجماع انه كريم بنزيما معناتها كان
اللاعب اللي يستحق البالون دور هذه فريمون مره اخرى. نجم يكونوا هذوما الامثله اللي لازمنا ننتقدوا بهم، لازمنا نتعلموا عليهم، لازمنا ناخذوهم اللي ملاعبي وقت اللي يحب ينضبط ويخدم وينجح، مش مربوطه بالعمر، مربوطه بالعقليه. وقت اللي تبدا عندك عقليه انك تحب تمشي لبعيد قادر تمشي حتى ولو انه في عمر كبير، لكن بنزيما اعطى درس كبير في المنه هذه. حمد علي نفخة أكيد تتويج مستحق بإجماع الحضور وبإجماع الناس اللي صوتت بنزيما. ترشي ربما خروج رونالدو من ريال مدريد أعطاه الفرصة أكثر لبنزيما أنه يظهر ويفجر كل إمكانياته مع الريال، ومن خلالها طبعا تحوله أو التحاقه من جديد بالمنتخب الفرنسي بعد المشاكل اللي تعرض لها. فوالا معناها البيرفورمانس تاع بنزيما معناها بدات من اللي هو في الأولمبيك دو ليون. معناها نتذكر تفرجت في الكوب دوروب اللي هزوها الأوديسيت، فيها بنزيما، فيها سمير نصري، فيها بن عرفة، وهو الحقيقة من اللي طلع مع ليكيب برو في اليوم معناها فك بلاصتو، كان يلعب بانتظام، كان ديما موجود من اللي عمره 17 ولا 18 عام، معناها عبد من 17 سنة يلعب معناها دو كارير، يكون فيها تيتولير انديسكوتابل في الجمعيات اللي يلعب فيهم الزوز كلك، سواء في ليون ولا في ريال مدريد. اليوم معناها بابارتير من الكوب دي موند اللي فاتت، من الكوب دوروب اللي فاتت، معناها رجع ليكيب ناسيونال دو فرونس بعد المشاكل اللي صارت له. الحقيقه ملي معاه رونالدو هو البيرفورمانس نتاعو كان ديما الاسبري كوليكتيف، ديما المصحه نتاع المجموعه كيما نشوفوا، معناها برشا باسات ديسيزيف عطاها من رونالدو، خدم مع خدمه كبيره، كان عنده مساهمه كبيره في التتويجات اللي هزتها ريال مدريد الكل. الحقيقة اليوم نشوفوا تتويج للمسيرة الكبيرة اللي عملها، وما زلنا نشوفوا نجم يزيد يعطي خير من هكا، بويسكو ليجين دو في نتاعو والريكوبيراسيون اللي كان يحكي عليها هي اللي باش تخليه في البيرفورمانس العالية هذي. عبد المجيد، درس في الانتظام، في المردود، درس في العزيمة، في العطاء، يعني في التحدي، برشا مطبات تعدى بها، برشا مشاكل تعدى بها، لكن كان صامد وعمره ما رخ وعمره ما استسلم. خروجه من ليكيب دو فرانس مسته برشا، معناتها حس روحه تظلم، وبالرغم اللي هز كوب دي موند وهو مش موجود معاهم، معناها حس برشا خدم على روحه، وقال كلمه ياسر حلوه، قال اليوم هذايا عمل نجاح جماعي، معناها اعتراف لزملائه اللي معناها هما شاركوا معه في النجاح هذايا نتاعو، وهذايا هي قمه في الاخلاق نتاع بنزيما. وثم حاجه تلعب افون سونتر في الريال دو مدريد راهو مش ساهل، لانك في جمعيه كبيره، وخاصه لافون سونتر بعد الحارس هو ربما الانظار كل عليه، لازم يسجل في كل المقابلات، يجم يجيب الربح الانتصارات، وساهم فيهم بقصد كبير سواء في الكوب دورو في الشامبيونا، معناها حتى تو رجوع في ليكيب دو فرانس، معناها تحس اللاعب نضج، هو من حظه مشى صغير لريال مدريد، وهذيك معناتها وتعدى على معناتها ملاعبيه كبار ومدربين كبار، اليوم تحسه في قمه العطاء نتاعو، وفي الرغم اللي في تقدمه في السن. وهذه معناتها راجع لعده اسباب، معناها النظام نتاعو في حياته ومواظبته، هذا كل يرجع معناها اليوم استحقاق كبير لبنزيما في حسني الزغدودي وسائل الاعلام العالميه تفاعلت كثيرا مع ادائه، مع مردوده، مع اهدافه، واعتقد كان هناك شبه اجماع قبل حتى الاعلان الرسمي عن التتويج بانه بنزيما هو المرشح الاول والابرز للحصول على الكرة الذهبية. منطقي جدا فعلا، وخرج بنظرات مستحدثة اليوم لو الحق في ذلك، لأنه يوم تاريخي استحقه كريم بنزيما. شنو نجم نقولوا في هذه الآونة؟ نقولوا أنه كريم مصطفى بنزيما الحكومة اليوم فازت كما يحبوا يسميوه، معناها الجماهير العربية، الجماهير الأمازيغية اللي متعلقة به كثير، لأنه فما جدل متاع عربي أمازيغي، هذا جدل مطروح وكبير في الجزائر. تسلم الجائزة من زين الدين زيدان كما أكتشف الصور مع ليزكسبير مباشرة عبر التاسعة سبور، حدث مهم ومهم جدا، سيسامبوليك، رمزية وجود زين الدين زيدان القبائلي الجزائري يعني الأصل، ويسلمها للامازيغي وتزيريه يسوركونيس، معناها يحبوا يشوفوا رواحهم في بنزيما رغم انه معناها تولد في فرنسا الى غير ذلك. نحكيوا على لاعب ببساطه معناها تنجم تقدمه لساعات، لكن لبعض الثواني تقول هذايا الريال ماركي 300 بونتو بين اكابر ليون وريال مدريد، 300 هدف
يعني 290 التحق وجورجوا محمد علي كي قال انه قرار الخروج من ليون وهو يعني ترشق في ليون، لكن قرار 2009 كان مهم عند خروجه من الاولمبيك ليون والتحقه بريال مدريد، الريال اللي وقتها مازال جالاكتيك، مازال فيه نجوم من كوكب اخر، وكيفاش فرض روحه. ما عدا ذلك اربع مرات بطل فرنسا، اربع مرات بطل اسبانيا، واربع مرات شامبيونز ليج، فمع القاب اخرى ماهوش المجال الحين للخوض فيها، لكن وقت اللي تهز معناها كاتر شامبيونز ليج وتتوج بين الليك ان ولا ليغا، يعني ثمانيه مرات بين البطولتين، وقت اللي تجبر ديدي ديشان انه رغم الفضيحه الجنسيه وكفضيحه العلاقات وكالاشكاليات الكل وغير محبوب في العالم الفرنسي يستدوه يعني بالملي كريم، رغم كل ذلك تجبر مدرب بطل العالم باش يرجعك في القائمه غصبا عنه وغصبا عن الشعب الفرنسي على خلفيه الحساسيه الفرنسيه الجزائريه، فانه لازم تكون حكومي وتسمى حكومه، ولازم تكون كريم بنزيما باش تعمل هذه الكل. هو فخر لينا بالنهايه، يعني هو من اصول سواء كانت امازيغيه او عربيه، هو فخر للتوانسه وللعرب، واحنا بالنهايه امازيغ هكا ولا ناصر البدوي، احنا نصبوا في الامازيغي، وبالتالي الحكومه فازت اليوم، هنيئا لها وهنيئا لعشاقه. وفما جوائز عادل، كانت تحب سريعا خمسه جوائز تقسمت بين البارسا والريال، خلينا نسمع مع بعضنا افضل. كريم، منذ 24 عاما فرنسا كانت تنتظر فائز بكرة ذهبية فرنسية أن تأتي بعد ميشيل بلاتيني، ريمون كوبان، جان بيير بابان وزين الدين زيدان، وتدخل أخيرا في هذه اللائحة الذهبية. شكرا. كريم، هناك أحد الأساطير الذين ذكرتهم والذي هو مثل أعلى لك ومثلك فاز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد وهو رونالدو، أتى اليوم من أجلك، ما هو إحساسك؟ سأقول ذلك باللغة الإسبانية. هو يعرف جيدا بأنه مثلي الأعلى، وبالنسبة لي ليس هنالك مهاجم آخر يشبه رونالدو. وما قاله بطبيعة الحال من الصعب جدا، وما فعله من الصعب جدا أن يكرر مرة أخرى. هذا هو تاريخ، هو لاعب فريد والمهاجم الوحيد والذي جلس على دكة البدلاء بدون أن يقول أي شيء. هو لاعب يتمتع وكان يتمتع بمستوى من الصعب جدا الوصول إليه مثله. هو زيزو، هو التاريخ، هو ظاهرة ليس فقط مثل أعلى بالنسبة لي ولكن لكل المهاجمين. نحن سنكتشف الآن الترتيب العام للائحة الكرة الذهبية. أنت تتخطى ساديو ماني المركز الثاني، كيفين دي بروين المركز الثالث، وروبرت ليفاندوفسكي المركز الرابع. ستكتشفون على موقع فرانس فوتبول كل النتائج واللائحة الكاملة. إذن كريم، واضح اكيد خذينا فكره على اللائحه، على الترتيب طبعا كما قلت حسني، ومنتصر تعليق على الكلام اللي قاله على رونالدو، اللي قال هو اسطوره، هو تاريخ، وما ما نجبش العالم، يعني لا مهاجم ولاعب في قيمته، يعني برشا تواضع وبرشا اعتراف بالكبار وبالناس اللي سبقوه، رغم اللي هو ما يقلش قيمه على رونالدو صراحه من ناحيه الهجوميه ومن ناحيه الاهداف ومن ناحيه الالقاب خاصه. من ناحيه الالقاب وي، من ناحيه البالماريس خير من رونالدو، ابار لا كوب دو موند، خاطر خمسه شامبيونز ليغ ماهيش حاجه سهله. خمسه شامبيونز ليغ، خمسه بين 13 و22 الاخر الخامسه. بالماريس اكسيبسيونيل، اما امبل من موديستي، معناها كيفاش يحكي على رونالدو، ولو انه راه رونالدو معناها الملاعبين الكبار يقولوا اقوى اتاكون جي هو رونالدو، معناها ما فماش ما فماش اتاكون دو لافي تاع الناس الكل. اما تشوف لو ريسبي معناها احترام لزيدان، ريسبي رونالدو، هذا سي ان غران شامبيون. برشا كره وبرشا رسائل ناصر، يعني اللمه نتاع النجوم نتاع كره القدم العالميه
والمحفل هذايا الدليل على انه الكره تلم وعمرها ما تفرق حتى مهما اختلفت يعني الانتماءات. صور تغني عن كل تعليق على كل حال. صحيح عادل عادل ذاك المستوى العالي يقعد على جميع الأصعدة. اليوم تشوف الكوميونيكاسيون تشوف الناس كيفاش تحكي على الناس اللي سبقتها للمهاجمين اللي سبقوهم معناتها هذاك هو وقت اللي توصل في مستوى معين حتى في الخطاب نتاعك لازم يكون في مستوى كبير ومش غريب عليه. يلا نرجعوا للأجواء الأفريقية. تفضل حسني نختم معك. جوائز في 30 ثانية بسرعة. جوائز مهمة. سيطرة بين البارسا والريال لقبان لكل فريق إسباني. أفضل لاعب شاب جافي. جائزة سقراط جديدة نظير أعماله مع النادي أعماله مع البارسا مع ليفربول قبل أن يوقع لبايرن. ساديو ماني جائزة سقراط. جائزة جيرد مولر لأفضل هدف روبرت ليفاندوفسكي. جائزة لافياشين لأفضل حارس مرمى تيبو كورتوا ريال مدريد. والجائزة الأخيرة فريق العام فريق السنة مانشستر سيتي. واضح يعطيك الصحة حسني زغدودي على كل هذه المعلومات في مواكبة مباشرة لجوائز فرانس فوتبول. المسابقة متواصلة أيضا على قناة التاسعة عبر الاسماس باش تشاركوا معنا وتربحوا 10 ملايين كاش. ما عليكم كان تبعثوا حرف سي على الرقم 85840 85840 وتجاوبوا على الأسئلة المطروحة باش تقوي حظوظكم في الربح. حظ سعيد لكل المتراهنين. ننتقل الآن إلى مسابقة ربيت الأبطال. الترجي الرياضي يترشح إلى الدور القادم أو خلينا نقول دور المجموعات وأكيد بالحد الأدنى المطلوب. عصام زيناوي أحسن البقلوتي وليد الرياحي في هذا التقرير. هي مباراة أكون أو لا أكون. نتيجة الذهاب تفرض على الترجي تجاوز بلاتو يونايتد على أرضية رادس وأمام جماهيره لضمان العبور. نبيل معلول يدخل المباراة ببعض التغييرات مقارنة بتشكيلة الذهاب. صدق الدبش يعود لحراسة المرمى. مرياح منذ البداية. بن حمودة يقود الهجوم. بوغرين كصانع ألعاب والشاب عزيز عبيد أساسي في الخط الأمامي. خاطر نعرف وهذا كل مرة في البريباراسيون سي لو فيتور كون جوار نتاع تونس يكون قائد انا نخمش في روحي نحب نجيب روحي انا نجم نلعب ما نديرش انا عادي كان واحد ينجم يحل فمي يتكلم كان ما نديرش في الفوز بالفوز نتحرك كنت روند لا سيزون كان لازم يباركيو الفوز خاصني نروح نشوفو ما تكونش اللي حاضر في الجمعة هذيك هو اللي مش عارف اللي تفرح على اسبرانس هو اللي مش عارف لسه النسائي ما تهمنيش. بلاتو يونايتد ضيف رادس يجس النبض بهذه المحاولة منذ البداية. بعدها الأمور تتغير لتصبح هجوم ضد دفاع. الترجي يبحث عن التسجيل المبكر ويستعمل أكثر من حل للوصول للشبك. محاولات عديدة من هوني عزيز عبيد بن حمودة وبوغرين تجد حارس الضيوف في الموعد في مغابة الدقة على بعض الفرص الأخرى. شوط أول بوابل من المحاولات الترجي دون نتيجة. عزيز راتا واحد بن حمود راتا اثنين هوني راتا هنا غادي بوقت دي تفهم عن فوليوم دو جو كيما هكا انا فرحان برشا. الشيء اللي يذكر زادة مع نهاية الفترة الأولى إصابة الظهير الأيمن محمد بن علي وتعويضه معتز زدي. 45 دقيقة أخيرة لحسم التأهل. بلاتو يونايتد يعتمد على الاستحواذ على الكرة في بعض الأوقات والترجي بنفس الروح والعزيمة واللعب الكل في المناطق الخلفية للضيوف. كرات ثابتة تسديد من بعيد تسريبات جانبية وفي العمق كل محاولات فريق باب سويقة تجد حارس في نهاره الدفاع متماس. نصف ساعة أخيرة معلول يبدأ التغييرات. بالرمضان يعود لأجواء المباريات بعد العملية مكان عزيز عبيد والأردني شرارة مكان بوغري. المد الهجومي للأحمر الأصفر يتواصل. كرة بن حمودة
سهلة عند الحال. بن عياد حل هجومي إذا الجزائري مع دخوله اكتر الضغط على دفاع الضيوف. 82 دقيقة رياض بن عياد مو الكرة توصل محمد علي بن حمودة بسرعة يدخل لمناطق 18 العرق لحق وحكم المباراة دون تردد يعلن عن ضربة جزاء لطرش. محمد علي بن رمضان يتكفل بالمهم ويفتتح النتيجة بل 8 دقائق على النهاية هدف في رشح الترجي لكن تأمين النتيجة مطلوب لتجنب المفاجأة. يقعد مركز ديما لاخر الماتش خاطر في لحظه نجم يجي البونتو. الحمد لله ما جاش بونتو معناها ما ماركيتش انا جبت بلانتي لاصحابي عاونت بها اصحابي الحمد لله. واحد زيد يخدم على روحه ان شاء الله مع الوقت باش نكونوا معناها خير واقوى ان شاء الله. بعض المحاولات الترجيه في اخر المباراه ما جابتش جدي امام منافس محترم قدم مردود ممتاز بين الذهاب والإياب. الترجي ينتصر في موقع عطرادز بالحد الأدنى المطلوب ويحجز مكان في دور المجموعة. تأهل صعب يفرض على فريق باك سويقة تصحيح بعض الأخطاء في المستقبل حتى يكون رقم صعب في النسخة الحالية من رابطة الأبطال الإفريقية. أنا الأدفيرسير معناها بريمون محترم جدا أونفيرغيور باهي أتليتيك ما حضري. فما حاجة اللي ما يلزمش ننساوها واللي أنا كانت مخوفتني برشا وحكيت عليها برشا غيان هو راهو لا كومبيتيسيون ما تنساوش انه مش خرجوان احنا اوني بريفي دو كومبيتيسيون نسميو عملنا اكسبلوا كبير او نيفو دو جو او نيفو دو فوليوم دو جو برشا روح برشا كريت برشا جولي ماناش حاضرين 100% للكوب دافريك خاطر مازال نقص كومبيتيسيون مي الشيء اللي فرح وذا قلت للاعبيه معناها في الماتش تاع اليوم انه مباراه اليوم هي مباراه الموس علاش مباراه الموس سنعود طبعا للحديث عن ترشح الترجي لدور المجموعات لكن الموعد مع الربح هو تونس بيت. موقع الرهانات الحقيقي. إذن ذكركم دائما وأبدا أن تونس بيت موقع الرهانات الحقيقي وأكيد مفاجآت متواصلة مع تونس بيت اللي جينا المرة هذه بمسابقة خاصة بالمونديال وقيمة الربح في كل حلقة 1000 دينار باش تشارك في المسابقة. سهل برشا ما عليك كان تطلع الكود الصحيح باش تحل الخزنة وتكون واحد من الفائزين. الكود تنجموا تعرفوه من خلال المؤشرات الثلاثة المعروضين على الشاشة أمامكم واللي تلقاهم زادة على الصفحة الرسمية لتونس بيت الصفحة الخاصة بالفيسبوك. باش تدخلوا في القرعة المبرمجة اليوم الغد ما عليكم كان تكتبوا تحت الببليكاسيون اللي فيها المؤشرات الكومنتير فيه الكود الصحيح واليوزر اي دي متاعكم. للاستفسار وطلب المزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بمسرحة الحرفاء على القنوات التالية سيرفيس لايف شات فيسبوك انستغرام ولا على الواتساب على الرقم 28 07 07 18 28 07 07 18. حظ موفق للجميع وما تنساوش اللي الموقع الخاص بتونس بيت على www.tunisbet.com هو موقع الرهانات الحقيقي. فحظ سعيد لكل المتراهنين. موقع الرهانات الحقيقي. نرجع إذن للحديث عن ترشح الترجي الرياضي. خلافا لكل التوقعات لم يكن ترشح سهل والترجي وجد صعوبات كبيرة لاقتلاع ورق ترشح وطبعا أمام منافس عمل برشا مشاكل لممثل الكرة التونسية. أكيد عاد الترجي الرياضي التونسي كان منتظر أنه باش يتعدى بعشوية صعيبة برشا والنقاط كانت مهمة برشا سيرتو نحكيو على فريق موك دو كومبيتيسيون الفريق بعيد على المنافسة عنده مدة الملاعبية مازالوا
سور بلان اتليتيك على المستوى البدني ماهمش جاهزين. اكيد المباراه كانت صعيبه سيرتو الادفيرسير جاي طايح البلوك ادفيرسير زاد منافس محترم نوعا ما نقولوا انه لعب على نقاط القوه نتاعو اللي هي التماس. الترجي الرياضي التونسي ما لقاش الحلول اكيد انه حاول ينوع الهجمات انه حط بوغرين تحت بن حموده خلى الوليد عزيز عبيد في الرويق الايمن الهوني على الرويق الايسر كانوا غيروا عبيد كل مره وهو الهوني باش يلقاو الحلول لكن المشكل اللي كان هو همسه الوصل هو بوغرين اللي 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 البلاسمون تاعو كان غلط عاد نورمالمون هو اللي يكون نفي دمي ورا بن حموده ويكون اقرب لبن حموده رينا في وقت ما بن حموده معزول في الهجوم لانه بوغرين حب يتكى اكثر على اليمين وحاجه اخرى ما ثماش توازن معناتها الشيره اليمنى اللي خدمت اكثر على المستوى الهجومي وين كان موجود بن علي تك عليه الوليد عزيز عبيد اللي عمل 60 ولا 65 دقيقه ممتازه برشا ورا برشا امكانيات طيبه شيره يمين خدمت برشا لكن ما كان ثم توازن باش تحاول تباغت دفاع من تكتل دفاعي كبير وادفيرسير جاي ظاهر يعني النيه نتاعو هي الدفاع بن حموده ما خدمش على المستوى الهجومي هذاك علاش الهوني مشى اكثر كان منتظر المنافس باش يلعب بالدفاع كان منتظر تعرف اللي النتيجة تساعده برشا دوزان يجي هنا يحب يبغت الترجي التونسي لكن من حسن حظ الترجي إنه الفريق البلاتينيوم النيجيري ما لقاش الآليات الهجومية عادل ما عندوش آليات وجات بعض النقاط سيرتو في زاميتون ثم برشا إسباس كان ينجم يستغلهم الدفاع الترجي الأمانة كان متمركز مليح فرحان برشا لعودة مرياح رغم إنه مازال موجز لكن عطاه استابيليتي للدفاع نتاع الترجي التونسي توغي الترجي نوع ممكن في الشوط الثاني باش نوريك الآليات نتاع الترجي التونسي ما اقتصرتش خاصة على الهجوم مريح كان موجود في الهجوم توغي زاد كيف كان موجود في الهجوم زاديم يعني رينا في المباراة أربع مدافعين كانوا هما في حالة هجومية الترجي الرياضي التونسي الأهم أنه انتصر في مباراة صعيبة وكانت متوقعة ويذولي نتصور عادل أنه المباراة هذه باش تعمل الديكليك للترجي الرياضي التونسي سينابي المعلول عنده الوقت الكافي أنه باش يحضر الفريق للفترة القادمة لكن برشا وليدات وراو حاجة باهي سيرتو زاديم اللي ما يلعبش في البوست نتاعو لكن قدم اداء ممتاز عاد نصر بدوي اكيد المقابله كما ذكرنا ما كانتش سهل على الترجي الرياضي ومره اخرى الترجي يلقى صعوبات مع فرق يفوتها امكانيات فنيه بدنيه زاد بشري حتى امكانيات ماديه صحيح هذا الترجي الرياضي التونسي يلقى روحه ضد منافس انا ما نقولش فريق كبير ما نجموش نضخموا الفريق هذا فريق عادي لو كان جاد الترجي في احسن حالاته وموجود نسق المباريات ونسق المباريات ما نجم يعوض حتى شيء تنجم تعمل تحضيرات ثلاثة شهور وما عندكش نسق المباريات ديما ما تلقاش الآليات نتاع اللعب نتاعك الترجي لقى صعوبات كبيرة فريق بلاتينيوم كان منظم برشا كان يعرف روحه أنه يلعب روغروبي في شتر تيرا نتاعو لكن الترجي ما لقاش الحلول وقت اللي تلعب ضد منافس يكون عنده معناتها تكتل دفاعي يكون كبير الحلول ظاهرة يزمك تحاول باش تنجح في الكرات الثابتة اللي ما نجحش فيها الترجي يزمك تحاول ديتير دولوان يزم تحاول زادة نقول احنا تتعدى على اليمين وعلى اليسار اللي ما نجحش فيهم برشا الترجي في وقت من الأوقات ظهر لي عمر على بن علي على تعرف بن علي في وقت من الأوقات معناتها من أحسن الأظهر الأيمن نجم يعمل سوبريتي نيميريكا على اليمين خرج ودخل في بلاصته معتز الزدام الترجي لقى برشا مشاكل ما لقاش النسق وتعرف في مباراة من هذوما كي تبدا نتيجة معناتها ما تقد أنت ما تمركيش قد ما الوقت يولي ضدك قد ما الضغط يولي يكبر قد ما تدخل في التسرع الترجي في نهاية الأمر المهم وصل للهدف المنشود أنه ترشح بظروف صعيبة ديما نقول أنا الفريق ينجم يتصلح وأنت في ظرف صعيب في وقت صعيب باش تنجم عندك الوقت تو من هنا الفيفري معناتها باش تولي المجموعات وظهر لي الترجي باش يلقى نسق المباريات أنا ضد أنه برشا ناس يقول لك الترجي ماهوش فريق اللي ينجم يتطور أنا شفت من ناحية الجماعية ومن ناحية الفردية عندهم الآليات وعندهم الملاعبية اللي قادر يعمل إضافة أنا دخول بالرمضان اللي عنده مدة كبيرة برشا كان بعيد دخول بالرمضان معناتها في حسب اعتقادي في بلاس بوغرين بالرغم أنه كان بعيد برشا عن نسق المباريات لكن كي دخل سجل هدف بالنسبة لي هو مهم برشا الترجي عنده برشا مشاكل أمانة فما حاجة حبيت نقولها أنا كنت نتمنى نبيل معلول معناتها الكلمة اللي قالها بعد مباراة الذهاب كنت نتمنى انه يستحفظ عليها وقت اللي حكى على معز بن شريفيه قال انا خياراتي معناتها لازم نتحملها انا كل يوم غيرت معز بن شريفيه ودخلت الدبشي معناتها خياراتك ما كانتش مقتنع بها 100% باهي نسال انا عبد المجيد قباطيني منين توقف الناصر البدوي فما حلين هنا يا اما المدرب
يتشبث بقراره في علاقة بحراسة المرمى، وإلا يعترف بالخطأ متاعه، ومن اعترف بذنبه لا ذنب عليه. كيفاش تشخص الوضعية هذه والأصابة معلول في اختياره؟ وقالوا منش نختزل القضية متاع حراسة المرمى معناها في هذه المباراة، لكن نقطة من النقاط التي أثيرت على هامش هذه المقابلة. قبل ما نجاوبك على سؤالك، لا جاوبي على سؤالك وبعد امشي. بالنسبة للمدرب راوي لما يختار حارس يختار على حسب الفورمة متاعه، مدة التمارين ومدة التحضيرات، ثم عنده معه مدربين حراس معناها يتحاوروا مع بعضهم ثم ياخو اختياره. وقت قدم فماش مدرب لما يختار حارس ما يختاروش للمصلحة، لمصلحة الفريق، لأن إذا يغلط هو باش يتحاسب. دونك إذا اختار معز معناها مش عيب أنه المدرب حتى كي يغلط يتراجع من الخطأ. يتراجع وهو تكلم قال تصور أنت كان زوز أهداف دخلوا للدبشي في نيجيريا، ربما يتمس معناها، لأن الأهداف أي حارس كان يجب يتسجلوا له. لكن حتى معز اليوم تمس وقت ناحيته أكيد. معز عنده الإكسبيريونس والخبرة والليدر في الليكيب، معناها يتحمل معناها ومر كان الدبشي حارس مهم في المنتخب. اي نعرف كانوا مش قادر يتحمل خال الضغط معناتها في الترجي. لا مش الضغط، ما نجموش نبرروا حاجات كي من هكا، يلزمنا نكونوا واقعيين. قلت انا باش نقول فما حاجات يلزمها تكون نكونوا فيها واقعيين. لازم حارس في الترجي ما نجمش يتحمل الضغط، ما نجمش يكون حارس في الترجي. انت تو انا شقلت انا شقلت قلت اختار مصلحة الترجي، شاف في معز اللي هو في الماتش هذاك. لا أنا بنيت على الكلام اللي قاله نبيل، الكلام نبيل قال أنا وقت اللي اخترت معز بن شريفية كانت اختياراتي ونتحمل مسؤولية. أنا كنت نتمنى الاختيارات اللي عملها يواصل فيها مع تسيل العملية. باش يعترف بالغلط هو حر في الأخر، مانيش أنا ساير في الترجي، أما أديك أنا بنيت على الديكلاراسيون اللي قالها نبيل راهو، على خاطر أنا مهم برشا زاد اليوم معز بن شريفية زاد عليه برشا نقد، وتزيد أنت تنحيه في المباراة اللي بعدها بعد ما قام بخطأ التجم اليوم تزيد تكبر عليه. زاد نقول لك شو ذنبه زاد الدبشي اللي عدى نهاية موسم طيبه اجمالا مع الترجي. انا ما لعبتوش انا عادل ولا انت، لعبوا نبيل وهذه اختيارات المدرب ما اختارتهمش انا راهو، هذه انا نبني على كلام نبيل. هو بعد المباراه قال تحب المنطق يقول عم ناول وفاء بدبشي والترجي يرفع البطوله ودبشي اليوم في المنتخب، المنطق يقول كمل بدبشي، دبشي هو اللي كمل، المنطق يقول لكن ربما نبيل شاف ان الحارس معز مؤهل باش يلعب المقابله هذيك في نيجيريا، معناتها مش سهله معناها. واليوم اذا تراجع ربما اخطا، ربما حس بالذنب، معناها مش ما احنا ما نكبروهاش، لان زوز حراس ومحارس الترجي، وما اعتقدش انا اليوم معز بن شريفية باش يتمس، لان معز بن شريفية عنده الخبره واعطى خدمات كبيره للترجي، واليوم هو ياثر الدبشي، هو مشغول باش ياثر الدبشي، وهذا معناها انا نشوفها نغلق القوس. انا نحب حاجه اليوم تصبح تقاليد في الترجي التونسي. اليوم نحب ان اللاعبيه والاطار الفني بعد اي مقابله يمشيوا الجمهور نتاعهم وحيوها كما في الملاعب الاوروبيه. امبارح نتفرج في ليفربول بعد الماتش اللاعبيه الكل المسؤولين مشاو للجمهور نتاعهم وحيوهم. علاش حيوهم؟ لان الترجي ريتون جمهوره معناها برافو عليه، لان في المقابله هذيك معناتها رغم الغصره ورغم الحيره والخوف معناها كانوا ناس معناها من الاول دقيقه حتى اخر دقيقه مع الفريق نتاعهم، وكانوا مامنين ان الترجي قادر باش يسجل، حتى مش بلانتي بس يسجل. وهنا نحب نحيي جمهور الترجي وسي حمدي لما عطى الكاس الهوندبول للجمهور، هذا اعتراف بجمهور الترجي كان موجود ديما في كل مقابلات. هذه النقطة اللي حبيت واضح حسني. اعتقد الترجي مر بسلام من هذه المباراة ويزم يستوعب الدرس في قادم المواعيد، لأنه باش تدخل في المعمعة الكبيرة اللي ما فيهاش أو مش مسموح بها أو فيها بالخطأ. صحيح عادل، الترجي لعب بالنار وكان على وشك الخروج، لكن تلقى جرس الإنذار وكان يكاد يعني يسمى جرس إغلاق وتلقى الإنذار وأسعف في الدقائق الأخيرة. الترجي استحق الترشح. ملاحظة بعد إذنك، تتناول النقاش الوطني عادل حول ركلة الجزاء، يكاد يكون نقاش وطني عبر السوشيال ميديا وفي العائلة الرياضية. أنا من واجبي أنه نلفت انتباه الناس من الموقع لحاجة خطيرة بالنسبة لنا وظاهرة غير صحية. وبعد ملاحظة حول دالي بن رمضان سريعا، النقطة الأولى ركلة الجزاء اللي هي غير صحيحة راها تحولت نقاش وطني وغطات حتى على الترشح
وفما فرق بين فرق الأندية متنافسة يعني تتناقش في كرة وبين يصبح يولي فما تشكيك ويولي كأنه تحول جمهور نيجيريا متاع لاغوس وأبوجا تحول ولا عايش معانا في تونس. أنا شفت أنديبا ناسيونال على غورة وتنبير وترشح وغير مستحق إلى آخره من جماهير الأندية الأخرى لهم الحق أنه يحبوا الفرق متاعهم، لكن أنا على مسؤوليتي نقول ما عندهمش الحق باش يشكوا وباش يتحولوا مواطنين أصحاب جوازات نيجيرية عايشين معانا في تونس، لأنه الديبال اللي صار في الفيسبوك واللي هو يكاد توا السوشيال ميديا ولا تتقرر، وقلنا احنا أجمعنا في بلاتوات لنا على الأقل اللي حضرتها معاكم أنه التواصل الاجتماعي أصبح مؤثر وراء رؤساء الأندية ويأثر حتى في وزير ويأثر في أصحاب القرار. معناها كاينو الاسبرانس ماهوش فريق تونسي، وحتى كان صارت غورة ولا صار خطأ من إبراهيم نور الدين الحكم المصري بالنهاية فريق تونسي تعدى واستحق على مجمل أعماله. أنا نحب معناها في بقعة نحكيه على البينانتي اللي هي غير صحيحة وأكد ذلك، لكن العرقلة قبل سنتيمترات أو نصف متر من دخول ملتقة الجزاء والسقوط كان في ملتقة الجزاء وذي غلط الحكم وما فماش فار، بالتالي الخطأ يصير. ولست أدافع على معناها على الترجي بشيخ وهدايا، لا أعتقد أنه في حاجة إلى ذلك، لكن الديبا ناسيونال على البينانتي والمواطنين نتاع نيجيريا نزيد ناكدها اليوم احبائي فرق كبرى يعرفوا رواحهم ويعرفوني على شكون نحكي، معناها اعتقد انه هذه ظاهره غير صحيه، لانه بالنهايه قبل ما تحكي على بينالتي صارت البرة فما مجهود مشيت للي صار مع الهوني وبعد دالي بن رمضان. وانهي بسرعه مع النقطه الثانيه باش ما نحتكرش الكلمه، نقطه دالي عنده شهرين مصاب، عمل غده البروستاتا هذه إصابة معناها ما تجيش للاعبين الكل في زمن الاحتراف، بالتالي غريبة شوية، هي عادية للإنسان العادي، لكن ما شاء الله في عطاء وجاته للبروستات. راحة سلبية بثلاثة أسابيع ما مسش كرة، رجع تمارين خاصة مع معد بدني بعد الراحة سلبية، وخسر برشا ماس مسكولير. ليزكسبير يعرفوا لوحيش يعني يعرفها خير مني، والبدوي وسيماجيد ومحمد علي، خسر البنية الجسمانية يعني البنية الخاصة بالعضلات، خسر بوكو دو بوا. وفما تنسيق بين الجامعة التونسية بين الإطار الفني الوطني وخصوصا الإطار الطبي للترجي، لأنه لاعب متاع فريق ومنتخب ورجع بهدف وزنه من الذهب. وعائلة برمضان معناها شهيرة في الترجي أب عن جد ما شاء الله وصنع الفرق، والهدف هو هدف كان يعني تحت شعار دالي من بالحمودة إلى برمضان، يعني صنع ميد إن دالي الهدف متاع الاسبرانس. فوالا يعطيك الصحة حسين الزغدودي. نرجع شوية فنيا، منتصر كيفاش شفت اللقاء؟ برشا ناس قالوا الترجي ما قدمش مقابلة تليق بحجمه بتاريخه في المسابقات الإفريقية، أو في مقابلة تليق أيضا بانتظارات جماهير الترجية، لكن في نهاية الأمر ترشح رغم صعوبة المهمة. الماتش كان صعيب، والحقيقة الترجي معناها صعب الماتش على روحه، خاطر في مقابلات كما هكا يلزمك ديبلوكي سيتواسيون بهدف، ما فماش حتى حاجة واحدة أخرى تبدل مسار مقابلة إلا بهدف. ملاحظة صغيرة اللي نحب نقول على فما 11 ملاعب يفتيرا، وفما راس حربة اللي هو نورمالمون ماهوش وحده يلعب اللي يكمل خدمة الملاعبين الآخرين. نحب نقول حاجة على محمد علي بن حمودة اللي في المقابلة هذه معناها جاءوا ستة فرص في المقابلة هذه. حسب رأينا إلى عنده لو ديفو دو سي كاليتي، معناها ملاعب يجينيرو برشا، ملاعب يتحرك برشا، ملاعب يطلب كرة، ملاعب يمشي في ليجويل، ريست كو كي يجي في وضعيات في 16 متر و50 ممكن لي زيفور اللي يعملهم هذوك الكل يبيغ لا لوسيديتي باش يعمل الجيست صحيح باش يحط الكرة في الشبكة. هذايا في خدمة، مثلا ما نحكيش على الكرة الأولى الفراب اللي عملها هذيك أكسيون عملها هو، من بعد زوز كور بالراس اون دوزيام ميتون، مي فما ثلاثة كور اللي عطاها له الهوني بروميير ميتون روتري، اللي عطاها له الهوني دوزيام ميتون كيف، واللي عطاها له الملاعب الأردني كيف ضربها بساقه اليمين. ما عنديش لي فالور فيزيك، مي جو سيبوز اللي يفي بوكو دو كورس ممكن هذاك علاش يرات.
فما ان اكيليبر تروفي وفما خدمه تتعمل وفما فيزيوناج خاطر لاتاكون راهو يدوا تري افيكاس. قبيله نحكيوا على بنزيما يقول لك لاتاكون يزم يكون تشوير بالعربي يزم يكون ذبيح على كور على اثنين اليوم جاوك ثلاثه فما مقابلات ما يجيوكش. انا شفت لي شيفر نتاعو مثلا في المقابله هذه 26 جويل 26 جويل سي انورم انورم 26 جويل برش. دخلت شفت لي زاتاكون في العالم مثلا بنزيما يتورن اوتور دو 11 اون موين في الماتش. الاند سي جوغ دو جويل 12 13 جويل في الماتش. ليفاندوفسكي جيرو كيف كيف 14 جويل ممكن ليفاندوفسكي اونتر 15 17 جويل اون موين مي كي تعمل 26 جويل في ماتش الي سيغ اون موين دو هاك زاد دو 26 شفت 26 27 28 سي نور سي بيان. ملاعب يحب الجويل يحب الكومبا يمشي مي هذايا يخليه من بعد ممكن في الفينيسيون في ما يرقاش لليسيديتي وما يعملش الجيست صحيح اللي هو مهمته. مش معناه رد بالك ما نفهمش كلامي بالغلط معناه نقول للملاعب ما عادش تعمل لي زيفور ما عادش تجري ولا ما عادش تدخل في لي جويل معناه الا في 26 جويل منهم 13 جويل ايريا. مي فما كي تعمل 26 جويل وتربح 30% اكزومبل جو بريفير ان اتاكون يعمل 20 جويل ويربح 50% يحط كره في الشبكه ويعطي باس ديسيزيف دونك لي بلوز افيكاس. نتصور فما خدمه نتصور فما ابار لو فيزيوناج انديفيدويل او نيفو بلاسمون تاعو او نيفو مي لا جينيروزيتي باهيه مي لازمو يعرف كيفاش يجي. عجبك الترجي اداء ومردودا في هذه المباراه؟ مي نجم يعمل ما خير ينجم يعمل ما خير من هكا. مي كيما قلت لك كل ما الماتش يمشي وما تمركيش وانت يلزمك تسجل باش تترشح الماتش يزيد يصعب ويزيد يرزن في المخاخ وفي الساقين زاد. فما نقطة سامحني فما تفاعل على المباشر من الحكم الدولي عادل زهمول يحب يدخل طبعا ب او في علاقة بركلة الجزاء قال حسني يقول دفع باليد وليس عرقلة لا ويقول العرقلة خارج المنطقة والدفع تواصل إلى الخط وعليه فإن قرار الحكم صحيح بالنسبة للحكم الدولي عادل زهمول اللي حييكم طبعا المباشر ويتفاعل معك. شكرا عادل زهمول أعطينا الآراء الكل. نختم معك عبد المجيد. طبعا نقطة هامة علاش اليوم الترجي ما قدمش مقابلة كبيرة برشا لأن راه ما تنساش كي ناخذوا المقابلة الأولى والمقابلة الثانية خمسة ملاعبية تبدلوا دونك ما تنجمش تلقى الاوتوماتيزم معناها وقت غير من الماتش للماتش دونك اللي نقص هذاك. ثم فما نقطة اليوم هامة برشا صحيح الترجي ما لعبش مليح لكن منتصر تعرف قداش على الأقل ستة سبعة أوكازيونات سجلهم معناها رجع لا رجعنا إي رجعنا رجعنا ما تعودش كلامي قالوا منتصر لا لا مش جاوبت عليه معناها كلام محمود كلامه صحيح قال ستة فرص محمود التونسي خلط ستة ولا سبعة فرص مؤشر إيجابي معناتها مؤشر إيجابي نرجع للنقطة الأخرانية ونوفا عملناه مع جايدي كنا نقولوا ديما الترجي يقدم فوليوم دو جو ويخلق برشا فرص وما يسجلش دونك النقطة هذه تعاودت السنة مع نبيل معلول باش يلقى الحلول. التغييرات بلا سامحني التغييرات اللي صارت في المقابلة هذه عادية معناها شو معناها عادية؟ معناها كي تجي تشوف مقابلة الذهاب ليكيب اللي بدات المقابلة هي اللي بريس كملتها في نيجيريا. إي معناها في مقابلة نيجيريا دخل بن حموده في بلاصه بن عياد دخل شو اسمه عزيز عبيد دخل عزيز عبيد كيف مريح دخل دخل مريح في بلاصه عمامه دوك لي بريسك ليكيب انا لي مونتري مش برشا دخلوا في 60 لحظه 62 طبعا باش نقولوا حاجه كملوا بسرعه في 62 في 62 صاروا دو شونجمون بعد في 70 صار شونجمون يعني المدرب شاف اللي بلو ساتيسفي من ليكيب اللي كملت الماتش كو اللي بدات الماتش هذاك عمل كونتينيتي حاجه بركه بالله باش نقول حسني حاجه صغيره بركه ما يسالش على المجيد ليك انت اللي يلا مرحبا على اللي صار وعلى الجمعيات الاخرين مرحبا معناها هذا رايي انا الخاص سي ريفاليتي سبورتيفمون عاديه معناها شوف مثلا جمهور مارسي كي تخسر بي اس جي في الشامبيونز ليغ يفرحوا جمهور برسا والريال كيف ليفربول جمهور ليفربول مثلا جمهور مانشستر يونايتد كي خسرت سيتي مع تشيلسي في فينال شامبيونز ليغ كيف معناها سي اون ريفاليتي سبورتيف اللي عادي وقت اللي يصبحوا مواطنين حاملين جواز نيجيري
متخبين وفي تونس وافرح نكمل. لا لا نفدلك قلت بتفدلك. لا لا شوف حسني ما لازمش تاخذها في الثنيه هذيك. لا نكمل وتفاعل معايا ناصر بعد اذنك. الريفاليتي عندها حدود. الديبا ناسيونال اللي صار البارح معناها وترجي وغوره وكذا انا بالنسبه لنا ظاهره غير صحيحه. يا حسني يا حسني يا حسني لا خلينا السؤال. البارح ما كانش يمثل انك تشبه تونس كشكل مع بعض ما راح تكلم. نكملوا بعض ليه على خاطر تشبه السبورتريات الاخرين الكل من الجزائر من نيجيريا. نسالك سؤال. لا انا سميتهم الفرق الكبرى نجم نسميهم لك توا. اما خليني نكملوا بعض جواب. هو يصير فما فرق بين ظاهره صحيه نتاع تنافس بين فرق وبين ما نعرفوش اللي في لحظه قاريه فريق يمثل تونس والاخر يمثل نيجيريا وعلى مجمل اعماله في 180 دقيقه استحق الترشح والحكم اللي اعطاه للاسبيرونس ضربه جزاء خطا ينجم يعطيها لك انت الجمعه الجايه ككلوب سي اس اس ايطوال او استاد باش يتقال نفسك. لا نحبوا بعضنا اكثر يا وذي راي باش يتقال باش يتقال نفسك. شو الفائده انك تكون مع بعض خلاص سي بون وصلت الفكره. ما هو ما بيدهم لي رياكسيون ولا لا؟ اي لا النقاش الوطني مبالغ فيه. لا لا لا, لا, لا اكثر الناس نحبوا بعضنا اكثر ما نجموش حسني. انا ما نحبكش اليوم. لا سامحني بالله منصر انا ما نحبكش حسني اليوم. الناس اللي هو النقد موجود. النقد موجود في الجمعيات الكل والجمعيات الكل تنبر على الجمعيات الاخرين الكل. ما فماش هذه جمعيه اليوم تربح ولا قولوا احنا بالجي بينالتي مش في بلاصتها والجمعيه الاخرى تفرح. راهو ما نبداوش نعملوا في الشعبويه برشا جمعيات شفناها في وقت من الاوقات. فما رهانات لا موجود في تونس. فما ناس تخرج تزمر في الشوارع وقت اللي الجمعيه الاخرى تخسر. هذا موجود راهو. هذه ريفاليتي سبورتيف موجوده في الكره في تونس. اما نمثلوا الاخرين اللي نقدوا ولا دخلوا في الفيسبوك انهم جايين باسبورات نيجيريين هذه ظالي مفرطة شوية منك انت معناتها. وكأنهم حاملي جواز نيجيري. يا ودي عادي في كرة القدم انا منطق انت باسبور تونسي ولا نيجيري ناس. منطق الغورة موجود في الكورة. منطق الغورة موجود في الكورة. بالضبط. وأي إنسان يسير في جمعية باش يعمل كل الآليات باش يعمل أي إنسان يسير في جمعية باش يعمل كل الآليات باش يربح الفريق نتاعو. أما نشبهوا الناس الآخرين اللي عارضونا في الفكرة وحتى زادة فما ناس حابة تتقننها اللي ضربت جزاء 100% زادة ما هو الآخرين يقول لك لا سي با فري. أنت توا هيك على الأقل عملت التوازن وقلت بضربة جزاء. أما راهو النيجيريين الآخرين قبل النيجيريين نقولوها ماهيش ضربة جزاء قبل سامحني معناتها يبدا واحد طايح على راسه كان هذيك سامحني يبدا واحد طايح على راسه كان هذيك بينالتي يقول راهي بينالتي شرعيه حتى كانك انت تحب تشرعها تولي غلط معناتها اليوم. انا بديت الجمله قلت شرعيه فما اعلاميين مصريين قالوا هي شرعيه على خاطر الاربيتر المصري هم بالعكس بالعكس مش خاطر الاربيتر المصري خاطر شافوا هي شرعيه باهي انت جاوبني كل شرعيه كل واحد هي جاوبني كل واحد استنى في المصارعه استنى كل واحد يشوفها من الزاويه اللي يحب يشوفها ماشي جاوبني انت هي شرعيه هو من بعيد شو الحكم شنو معناتها حب يعطي كادو ليسبيرونس ما حبش يعطي كادو لا كادو لا مش كادو لا كادو الحكم كان بعيد واللونج دو فيزون معناتها مغطي مفروض معناها ديستانس كانت بعيده كان قريب ممكن يشوف ما شافهاش شاف اللي الملاحظه اللي ربما نتاع منتصر وناصر على اساس الكلام اللي قالوا حسني ان نقول لهم عندهم باسبورات نيجيريه وكل ان شاء الله تدخل تقعد في اطار الدعابه تعبير مجازي وتوانسه اكيد يحبوا الرياضه تلم الناس الكل يحبوا بعضهم يختلفوا ينبروا شويه بعضهم على الفيسبوك لكن تقعد في الاطار هذيا فرحانين لانه فما فريق تونسي ترشح للرابطه المحترفه لرابطه الابطال فما توانسه ماهمش فرحانين انا نتعجب نلقاها شويه غريبه شويه يلا تفضل معليش غريبه لا يفسد الود قضية كابتن لا ما فهمت لا متفاهم معاك انا رايي اون دويت انا فاهم شو تحب تقول حتى الاسبيرونس لعبت ماريو انت تحب تقول كيما سي اس اس لعبت بقميص تونس انت تحب انت تحب تقول الجمهور وانا فرحان الاسبيرونس تعدات ان شاء الله حتى بثلاثه بينالتيات انت تحب تقول الجمهور انا مزوز في الفيستير مشكلة هذه سي افيريفي لا لا علاش افيريفي علاش انت تشرع روحك لا ما لا شو تشرع انت تقول انت لا ماكش احنا ما نحبوش ترجي يتعدى مش نحكي عليك انت لا انت تو قلت انا فرحان قلت حتى انا فرحان قلت اه فيريفي شو حسني توا ماناش توانسه باسبورات نيجيريين وشكلنا في الكلام نتاعنا شنو معناتها انت نعطيوك الحقيقه واحنا نروحوا معناتها يزعد عيب اللي تعرف فيه عيب راه ما يجيش الترجي اليوم تحب ولا تقرا انا واحد من الناس كان جيت نسير في الترجي نعمل كل شيء باش نربح ماتشواتي وحتى كان يخايب نقدمه وفي كرة القدم موجود انك اليوم الجماهير الاخرى تتعاطف وما تعاطفش وتحب ما تحبش هذا موجود مع الجمعيات الكل فما برشا جمعيات وقت اللي
تكسر جمعيات، ناس تخرج الجمر تزمر وتعيط في القاعده، شو نسميهم هذوك التنسر. انا ملاحظتي كمراقب قلت اللي صار النقاش الوطني لوديبا اللي صار في الفيسبوك، خليه في الوطنيه، خليه في الوطنيه، ما تقولش هذا راه باسبور نيجيري، ما عندكش الحق بدوي، ما عندكش الحق يا حسني عمار، كل مره تطلعنا طلعه معناتها النقاش عنده قواعد، إيه عنده قواعد، كي انت تقول تونسي انه عنده باسبور نيجيري على خاطر اختلف معك في الراي، هذا كلام معقول على السياق. لا لا حتى ولا اولادي نجموا يرجعوها لك الفتيار، لازمك ترجع للسياق اللي تقالت فيه، قلت تعبير مجازي قال عبد المهلال نفس السياق اللي تقال في الماتش وقال في السياسه والكلوب. باهي خلينا نقلبوا نتجاوز قواعد النقاش. لا لا ولاحظت فيك عندي برشا لا لا خاطر لا ولا لا ولا لا 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 تنقز في وسط الجمله. مش ننقز مش ننقز عمان، انت زاد تحب تقول ايش تحب، زاد كلام ما يتقالش بدوي، قاعد تكرس في الشوفينيه طريقه كلامك، قاعد يعمق في الشوفينيه في المشهد الاعلامي الرياضي. انت 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 وقت اللي تجي تقول صفاقسيه راهم درا شنو واليوم اليوم تقول باسبور نيجيري يزي عاد صفاقسيه حسني عاد. لا ما تجيش على التوانسه، هذوك التوانسه لا لا النقاش حسني بعد اذنك، بعد اذنك حسني حسني وناصر. عاد ما قلت شخصينا اليوم. أي أي أي. لا نحكي ناصر الظاهر انه قلبه مليان عليك من ماتش سي اس اس والنادي الافريقي دي بي فينا. تحيه لك قال لك تحيه لك ما كانش فما قصد، لكن في نهايه الامر كلمه واحده الاختلاف لا يفسد الود قابل. كلمه بركه سمحت كلمه بركه ونمشي مع محمد علي بعد وندخل كلمه على الماتش اللي عمله بن حموده اكسترا اوردينير على المستوى الفني. حاجه المشكل الوحيد كان انت شفت الكيلومتراج والشيء اللي عمله لا من العاش قد الجري قد بيان سور لازمك تشوف لي فور اللي عمله. الاشكال الوحيد انه ما لقاش سوتيا دوزيام ليني اللي كانت تتبع اللي نورمالمون كوليبولي والشعليه يكونوا قراب، بوغرين يكون تحته، عزيز عبيد يقرب له والهوني وليه هكاك كتله واحده، راهو البروفوندور خذاه وحده ولي فور اللي عمله سور بلون فيزيك هذاك الشيء اللي خلاه ما يكونش في كاس قدام الكاس. علاش قلت لا لا هذاك علاش انا قلت لك انا قلت لك جاب فرص وعمل لي فور، انا قلت لك لي عنده دي كاليتي تري جينيرو تحرك برشا. سميت لك سته سميت لي نحكي على الماتش هذا في كاس برشا قدام الكاس. لا نحكي على الماتش هذا انا نحكي على الماتش هذا بلا كلمه بركه سامحني عاد كلمه بركه حاب يقول مثلا الريفاليتي سبورتيف هذايا كي نبداو نلعبوا مع بعضنا في تونس فما ريفاليتي كي نلعبوا كونتر جمعيات الاخرين ما فما كذلك. لا تحب نحكي ولا بالحق ولا نحكي ونغلف؟ لا نحكي بالحق، بالحق فما ريفاليتي، فما في جمهور في برشا جمعيات، في جمعيه تلعب كونتر جمعيه حتى مش من تونس يحبوا جمعيه. لم انكر ذلك، ما عادي لم انكر ذلك، نجموش عدينا الوقت في الفنيين نسبوا في بعضنا، عندنا ثلاثه فرق مترشحه على اربعه، عدينا الوقت في الفيسبوك نسبوا في بعضنا جماعه اللي كونتر البينالتي وجماعه اللي مع البينالتي، انا راه ظاهره غير صحيه فقط. باهي على كل حال ديما نقولوا هنيئا للترجي الرياضي التونسي بالتأهل، ونحب ديما الاختلاف يبقى في اطاره ما يخرجش يعني على الاطار نتاعو. دليل اكيد مش نحكي على الماتش، مش نحكي على الريفاليتي. اليوم موجود في العالم الكل انه الجمعيات كلك سوا في نفس البلاد ولا من جمعيات اخرى ما يحبوش الجمعيات الاخرين يربحوا ولا ما يحبوهمش الزوتيت، وهذا هو اللي يعطي الشارع نتاع الفوتبول. اليوم اذا كان باش نكونوا الناس كل بوس خوك سامح خوك وما فما حد شيء ما عادش فما شارع نتاع كوره الحقيقه نتاع ربي. اليوم الجماهير مانيش كل واحد يقول يشرع ايه يجي وما يجيش، هذه تقعد كل واحد حر في 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 كيفاش يشوف الكوره، كل واحد حر كيفاش يتبع كيفاش كل شيء، لكن طونكو كل واحد يشجع جمعيته وما يدخلش في غيره نتصور شرعيه وكل واحد عنده حريه الاختيار نتاعه. واضح كل واحد عنده حريه الاختيار، لكن حتى كان تصير حكايات كيما هكا احنا في البلاتون نحاولوا نتجاوزوها، لازم نعطيو ليكزومبل ونحبوا الرياضه اللي تقرب والرياضه اللي تلم والرياضه اللي تجمع. يكفينا ما قاعدين نعيشوا فيه في تونس من مشاكل في على جميع الاصعده، فخلينا حتى وان اختلفنا الاختلاف رحمه لكن يبقى في اطار وما يخرجش على الاطار الرياضي. الاهلي المصري الاتحاد المناسيري مره اخرى الاهلي المصري يفوز هذه المره في القاهره على ممثل الكره التونسيه الثاني في رابطة الابطال. الاتحاد المناسيري للاسف شديد لم يسجل اي هدف وخرج ضد فريق كبير، ضد فريق اشد به في اكثر من مناسبه. الاتحاد لا يمكن ان يخجل، لا يجب ان يخجل من الانسحاب، لكن ان شاء الله يتعلم الدروس في قادم المواعيد. عصام الزناوي وليد الرياحي في هذا التقرير. بهزيمة الذهاب على ملعبه الاتحاد المنستيري يحط الرحال بالأراضي المصرية على أمل إحداث المفاجأة والإطاحة بالأهلي.
في لقاء نهار السبت لا خيار أمام ليسمو إلا الانتصار وبفارق الأهداف إذا أراد ترش. رغبة اتحادية تصطدم فريق عنده خبرة إفريقية كبيرة. المواجهة مرة أخرى تكون في اتجاه واحد لصالح زملاء علي معلول. شوط أول كان فيه الأهلي الأقوى والأنجح، زوز أهداف، واحد في دقيقة 15 عن طريق أحمد عبد القادر، وهدف ثاني في دقيقة 43 من حمدي فتحي. تتلعب على طول كرة مقوسة. الأمور شبه محسومة لممثل كرة القدم المصري. الاتحاد المنستيري بأخطاء دفاعية كارثي وتباعد في الخطوط خلى الأهلي يتحكم في اللقاء، حتى هجوميا لما أتيحت الفرصة للتعديل الجزائري عبد الحكيم أوميغران يضيع الفرصة ويزيد صعب الأمور. في 45 دقيقة ثانية المستوى انقص شوي، الاتحاد يحاول العودة في النتيجة لكن دون نجاح. الأهلي بخبرته الإفريقية يعرف كيفاش يجري النسق منذ البداية يصنع الفارق. الكرة الثابتة حل أهلاوي لتسجيل المزيد، ركنية تدور فيها الكرة كميز توصل الحمدي فتحي يضيف الهدف الثالث أمام باهتة من ملاعبية الاتحاد. 3-0 قبل نص ساعة على النهاية. الاتحاد في الهجوم يحاول لكن دون جديد يذكر، لتنتهي المواجهة على هزيمة ثانية في مرحلة الإقصائيات تخلي الفريق يغادر رابطة الأبطال ويدخل غمار الدورة التمهيدي مكرر من أجل مقعد في كأس الكأس. في زوز مباريات برشا مشاكل فنية وأخطاء كبيرة لزملاء بشير بن سعيد. المطلوب من الإطار الفني الآن تعديل الأمور وتصحيح المسار حتى تستمر الرحلة الإفريقية. منتصر الوحيشي، نبدأ معاك. الاتحاد المنسيري كان ولم يكن جاهز لهذه المباراة، مباراة ذهاب وإياب أكيد، حطته مع فريق واحد من عمالقة الكرة الإفريقية صاحب أرقام قياسية في فوز برابطة الأبطال. ما عرفناش الاتحاد المنسيري في الذهاب، كنا ننتظر رد الفعل في الإياب على الأقل يقدم مردود يليق بتاريخه وبطموحات جماهيره العريضة، لكن كل ذلك لم يتحقق. شين الأسباب؟ الأسباب أول حاجة اللي حكينا عليه جمعة الأخرى، معناها الشواء متاع استراتيجية متاع مقابلة الذهاب. اثنين، البريسيون اللي كانت محطوطة على الملاعبية، خاطر شفنا معناها 2-0 الاتحاد المنستيري بعد 2-0 لعب كورة وحط كورة لوطة وعمل حاجات باهين في الماتش. دونك كان الاتحاد المنستيري لعب ليبيري في اللالي وعمل ينوت استراتيجي وجرب، معناها جرب كونه يقلق الأهلي ولا يوجع الأهلي، ممكن كانت تكون الأمور مختلفة. خاطر في الواحد بلاش الملاعب يتزير يا مخران كان عنده كرة هان كونترا مع الجارديان، دونك واحد واحد الماتش يتبدل. هذه هي الكرة اللي نحكي عليها. السبب الآخر حسب رأيي أنا اللي كي تلعب مع الأهلي المصري، وقلنا الجمعة الأخرى قيمة الأهلي المصري ونحب ولا نكره، فما ينجي فيرونس ما بين الاتحاد المنسيري والأهلي جموع في الاكسبيريونس. المناسبات هذوما انا حسب رايي ما كي تحب تتعدى مع الاهلي المصري وتعطي روحك شانس ما عندكش حق تعمل الاغلاط هذوما، معناها ما تنجمش مثلا على زوز مقابلات ذهاب واياب تقبل 3-4 اهداف على كره ثابته، دو كورنير في الاهلي بالاريتي في الاهلي دو كورنير في الروتور، ما تنجمش تعطي كادوات. البونتو الاول كادو، البونتو الثاني كيف كيف زوز أغلاط، البونتو الثالث بالاريتي، ما تنجمش تقبل 3 بالاريتي. وشفناها معناها هذايا، نتصور كون المدرب والإطار الفني فاقين به حتى في التور اللي قبل هذايا الاتحاد المنستيري الهدف اللي قبله في اللون ديبلاسمون كان على كرة طويلة وجويل أريا، الفرص اللي كان جاو ضده في مقابلة الذهاب كانوا على كرة ثابتة. دوك الاتحاد المنستيري عاول الأهلي المصري باش يترشح في مقابلة الذهاب سورتو وبالأغلاط اللي عملها في مقابلة الإياب، لكن الحقيقة معناها بعد 2-0 الاتحاد المنسير ورى حاجات باهية، معناها ملاعبية ولا ليبيري ولا يحبوا يلعبوا الكرة كيف كيف، تقول دريس المحيرسي عطى حاجة دم جديد في الإيكيب، أما الكومبورتمون جنرال نتاع الإيكيب ما كانش خايب أبارتير من 2-0. صحيح الأهلي بريسك ضمن ترشحه ولا يلعب مرتاح أكثر، ما بتاتر الحاجه اللي تقعد فما دي روغري سورتو على الماتش اللي الاتحاد المنستيري ما لعبش لي شانس نتاعو كيما يلزم. تخسر عادي، ما ترشحش مع الاهلي عادي، اما اليوم سافي بارتي دو لابرونتيساج.
ما تنجمش تجي تلعب مع فريق كيما حكينا الجمعه الاخرى اللي عنده ثقافه نتاع الشامبيونز ليغ واللي عامل في الخمسه سته سنين الاخرانيين خمسه فينالات، واتحاد المنستيري ما عندوش خبره الاهلي في المسابقات الافريقيه. الاغلاط هذوما المقابلات هذوما يفهم خلص كاش بالضبط، هذوما يتعلموا منهم كسوسوا الملاعبيه ولا صافي بارتي درابرونتيساج حتى للنادي، معناها التنقلات لوجيستيك جيستيون تاع المقابلات، يصيروا اغلاط يصيروا حاجات بعد يتصلحوا فيهم. اما يظهر لي الاتحاد المنستيري ان شاء الله نتمنى تكون القرعه بايه وما يجيش، خاطر يظهر لي نجم يتيحوا زوج فرق تونسيه في الدور الجاي، ان شاء الله ما يجيوش فرق تونسيه. كان يدخل الفاز دو بول نتاع الكاف الفريق هذا ينجم يعمل حاجه بايه في المسابقه الاخرى ان شاء الله. هذا ما نتمناه. محمد علي نفخه، شنو تغير بين الذهاب والاياب في مردود واداء الاتحاد المنستيري؟ اليوم مستير تحسها دخلت الماتش تاع الروتور كونتر الاهلي في مصر وكانهم مسلمين، معناها سي بون خسرنا في المستير ما عادش عندنا شانس واحده اخرى باش نرجعوا. لا كنا حكينا احنا قلنا في الماتش تاع الاهلي المستير ضيعت الماتش نتاعها في المستير اللي كانت وقتها كانت تنجم تجازف تنجم تخرج للاتاك كانت تنجم تعمل ريزولتا خير من اللي كانت. بون كي مشاو لمصر قلت لك مع خساره واحد بلاش في مخاخ الستاف والجوريت انه نقبل بونت وصي كل شيء وفاء، دونك هذه العقليه اللي هبطوا بها وهذا اللي صار. دونك الخوف هذاك هو اللي كبلهم اكثر حاجه. الحقيقه كنا نتمناو انه مستير تعمل بيرفورمانس على الاقل خير من هكا سورتو في ماتش لالي، وموا كنا نستناو في رياكسيون باهيه ماتش روتور. رياكسيون صارت كان بعد ما الماتش تحسم، بعد ما الاهلي مركز الاول والثاني شفنا المسير خرجت خلقت فرص حاولت ترجع في السكور وقتها سي تروتار. دونك نقولوا احنا حظ اوفر، ان شاء الله يتعلموا من الاغلاط وان شاء الله نشوفوا المسير في موا في كاس الكاف ما تطيحش ضد فريق تونسي الكلوب ولا المسير ولا سي اس اس ويتعداو ثلاثه فرق تونسيه في الكاف وان شاء الله هذاك هو اللي يكون. هذا ما تمناوه ناصر البدوي العبره من هذه المشاركه بالنسبه لربيت الابطال اول مره في تاريخ الاتحاد المنستيري. نادي الاتحاد المنستيري لازم يخرج وراسه الفوق، الاتحاد المنستيري ظل يخسر مباراه الترشح كانت في المستير، المدرب نتاعو ما عملش المباراه اللي يلزم يعملها، ظل الضغط كان كبير برشا على الاتحاد المنستيري، اسم الاهلي معناتها كان الحق نتاع ربي معناتها يفجع من الناحيه الرياضيه وهذا موجود ومعروف، معناتها ما نجموش اليوم يختلفوا زوز ما نجموش نختلفوا على انه قيمه الاهلي من الناحيه الفنيه والفرديه والجماعيه وتاريخه الرياضي ياكد اي فريق باش يلعب ضد وباش يلقى روحه ديجا عليه ضغوطات كبيره. وقلنا احنا المفروض انه الاتحاد المنستيري وقت اللي يمشي للقاره معناتها الضغوطات يخليها في المستير ويلعب مباراه محترمه ويحاول باش يدافع على حدوده وعلى احسن ما يرام، لكن ظهر لي التجربه اللي عند الاهلي المصري خلات ينجم ينهي المباراه نتاعو على احسن ما يرام ويخلي روحه يتعدى للدور القادم. انا نقول المستير يلزمها تبني على المباراه هذه ما يلزمهاش تخجل، عندك كوب دي لاكاف يلزمها تحاول باش تمشي فيها ابعد ما يمكن. انا ديما نحبهم لي بارتيسيباسيون هذوما يكبروا الجمعيات يكبروها من ناحيه الاسم الاكسبيريونس التجربه اسم النادي انك موجود على الشيء الانترناسيونال مهم برشا، لابد انه المستير تبني على هذا. عبد الجزيز قبانتيني، هل كان بالامكان احسن مما كان؟ ناصر قال كلمه، قال الاتحاد المنستيري لازم يخرج راسه مرفوع، انا نقول لا. انا بصراحه بكل امل بكل مع الاسف اسفني الاتحاد المنستيري، ما كنتش اتوقع الاتحاد المنستيري باش يعطينا دو كوبي نتاع لي دو ماتش هذوما. علاش؟ خاطر عملناه وشفنا الاتحاد المنستيري والمستوى نتاعو والقيمه اللي يظهرها. اليوم تخسر معناها مقابلتين ما عندها باربع بلاش، وخاصه معناها تعمل هفوات دفاعيه معناها ساجده. شوفوا الهدف الاولاني سجل موفيز بريستاسيون تاع الشرطاني، الجهه اللي صار معناها ظاهره فين فيها علي معلول وفيها عبد القادر وفيها حمدي فتحي، معروفه قوه الاهلي، معناها حتى واحد لا تفطن بها. ثم سجل الهدف الاولاني معناها بغلطه دفاعيه والثاني بشير بن سعيد، وهنا نحب نحل قوس على بشير بن سعيد. ناكد اللي الحمله اللي صارت والتشويش اللي صار على حراس المرمى تاع المنتخب اثر نفسانيا على بشير بن سعيد، قاعد يقوم باغلاط اللي مو مش بتاعه. قوه بشير بن سعيد في الكرات العاليه، الهدف الثاني معناها بطريقه ساجه يتعدى كوره عليه، معناها ظهر انسان خرج، وهذا كل من البوليميك اللي صارت على الحراس، معناتها نفسانيا تحس بشير ما عادش عنده هذيك الشخصيه، دخلوا الشك معناها دخلوا الشك لدوت، معناها الهدف شفت الهدف لعليه دونك هنا نحكيو شويه مونتالمون نفسانيا نتمس ناكد لك مونتالمون
ضعاف ضعاف تعمل بوليميك كبيرة. ثم نرجع للاتحاد المنصيري، نأكد كان جبت الاتحاد المنصيري معناها ممكن بعد 5 شهرين في الوقت هذا لعبت رغم مردودة يكون أحسن، خاطر الملاعبية الكل متاحة كلهم أومي فورم. أنيس عيار شو تنجم تضيف الكلام اللي تقال؟ بو فنين ما شاء الله الأخيين قالوا كل شيء. أنا نحب نقول إنه القرعة زادة كانت قاسية برشا الموسم الفارط والموسم هذايا، عملوا للرجاء الأهلي برشا على الاتحاد، الاتحاد ما عندوش الموارد المالية باش يعمل انتدابات نتاع ملاعبية على المستوى الفني كبير برشا، لكن نقول إنه المباراة يلزم يبني عليها الاتحاد المنصري على جميع المستويات. يلا حسي نختم معك. لا ما عنديش حاجه كبيره فوق اللي قالوه ليزيكسبير، فقط اندور ابرونتيساج، استعير الكلمه نتاع منتصر، تعلم لكن لازم رسائل ايجابيه بالنسبه للمستير، معنا رغم الخساره اللي شاف المباراه وحتى من الملخص فقط يعرف ان المستير عملت 4 فرص واضحه ضد الأهلي المصري في 1-0 في الدقيقة 30 تقريبا راس راس، وبعد في 2-0 معناها 4 فرص ذهابا لو ما تسجلش البونت وعادل متاع الدقيقة 90 الوقت بدل ضائع كان بقات 0-0 راي مباراة أخرى، لكن بلو لا نعيد المباريات معناها في با ماتش بالفراضيات، والمستير أعتقد تعلم الكثير من هذه التجربة. واضح من المسابقات الأفريقية للألعاب الإلكترونية أكيد التوانسة بارشا مهتمين بالألعاب الإلكترونية أكيد، وأريد كانت حاضة من خلال الأدوار النهائية. عصام زيناوي، لبيب بن فاطمة، وهبي الحمداني أعدوا هذا التقرير. Day of our first e-sports competition Valorant. And very happy and excited to see the kind of youth gathering what has happened here. أريد لانسيت البلاتفورم نتاعنا أريد إيزي نهار 23 ماي. كانت بداية الرحلة نتاعنا. واليوم بعد 4 شهر نطلقوا أول إيفينمون إيزي كاب على جو فالورنت. سافي بليزير على الاخر سورتو دي زوبيراتور انهم يتلهيو معناتها بالاندستري نتاع الاي سبورت اللي اكبر اندستري في العالم. هيوت ثانكس لوريدو اللي كانت واحده من اول معناتها لي زوبيراتور في الحكايه هذيا. ان شاء الله لا كونتينيتي اهم حاجه، ان شاء الله ديما كل عام تولي حاجه انيمي لك. يلعبوا ياسر ديجيتال، حبيناهم يتلموا فيزيكمون ويشاركوا في تورنوا. التورنوا هذا الاولاني هو نتاع جو فالورانت، فيها كاش برايز 35 مليون من اكبر لي كاش برايز اللي صاروا في ايفينمون جيمنج. احنا باش نعملوا المستحيل باش ان نسبورتي والكوميونيتي نتاع الجيمرز باش ينجموا يعيشوا زاده من الباسيون نتاعهم. علاش ليه؟ ان شاء الله ديسي اخر عام باش نعملوا تورنوا فيفا زاده ودوتر تورنوا بور دوتر جو في الاشهر الجاي. أجواء متميزة طبعا. تحية لأريد، ونذكر بالمسابقة اللي فيها 10,000 دينار للربح باش تشاركوا معنا وتربحوا 10 ملايين كاش. ابعثوا حرف سي على الرقم 85840، الرقم موجود أمامكم على الشاشة 85840، وجاوبوا على الأسئلة باش تقوي حظوظكم في الربح. سي إذن على 85840، وحظ سعيد لكل المتراهنين. فاصل ثم نتواصل.